جامعة اللافر كما تعلمون جامعة فتية ابتدأت بالعام 2014 بعد أن انفصلت إداريا وماليا عن جامعة الموصل الأم، وبدأت مشوارها كما تعلمون صارت عثرات نتيجة دخول داعش. الحمد لله بعد تحرير المدينة بدأنا بداية صحيحة وقوية وبجهد من كل المنتسبين ومن كل الخيرين في تل عفر وفي الموصل. الجامعة الآن أصبحت يعني في مسارها السليم، قطعة الأرض استملكت وتم إطفاء المبلغ من قبل دولة رئيس الوزراء، سياج الجامعة بمساحة 200 دونم وقصور مسيج ومنتهي، بناية رئاسة الجامعة المتعتر والمتلكئ واللي دخل التاريخ على وشك الإكمال إن شاء الله خلال شهر متأملين أن نستلمه. ايضا عندنا مشروع بنايه كليه التمريض قيد الانجاز ونسبه الانجاز واصل حوالي 60 إلى 65%، وعندنا ايضا مشاريع من محافظه نينوى من صندوق الاعمار، وايضا اقدم شكري الى الاخ المحافظ الحقوقي الدكتور عبد القادر الدخيل وكذلك الى الاخ رئيس مجلس المحافظه والى كافه اعضاء مجلس محافظه نينوى. توجيه من السيد المحافظ المحترم عبد القادر الدخيل وسيد رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور عبد العزيز احمد عزيز رئيس جامعه تل عفر. تقريبا احنا كملنا استعداداتنا للعام الدراسي الجديد 2024 2025، وانطلاقا من هاي البنايه اللي احنا متواجدين عليه راح نكمل الانهائيات الاخيره للبنايه مثل ما تلاحظون. استعدادنا للعام الدراسي الجديد اللي راح تبدا يوم 16/9/2024 بتوجيه ومن السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي المحترم. بس احنا من هذا المنبر من خلال قناتكم الناشد السيد محافظ نينوى المحترم انه عندنا مشكله بسيطه قبل بدايه العام الدراسي، وعندنا وقت الحمد لله انه راح نعالج هذا الموضوع. احنا عندنا الطريق الواصل من الشارع الرئيسي إلى السياج الجامعة اللي هو بطول 60 متر، ومن داخل السياج عندنا طريق اللي وصلنا على بناية على مجمع الرئاسة وكليات الجامعة اللي هو بطول تقريبا 150 متر. احنا نناشد من هذا المنبر انه السيد المحافظ يفزع لنا ويقدم لنا الدعم من خلال انه يوجه بلدية تل عفر اللي هو مشكورا بلدية تل عفر ابد ما قصر ويا جامعة تل عفر، بس نطلب من عنده عن طريق السيد المحافظ انه يبدي يبلط او يكسي هذا المسافه اللي هو باقي بطول 210 متر.